هاي جايز، اليوم مثل ما قرأتوا في العنوان هذا الفيديو راح يكون عن طريقة جديدة ربح الجواهر في اللعبة. طبعا مثل ما بتعرفوا يعني تقريبا من زمان ما ضافوا أي طريقة جديدة أو تغيير جديد من ناحية ربح الجواهر، فاليوم راح أشارككم جايز الشيء الجديد اللي صار لأول مرة. الصراحة بيعملوا هذه الطريقة لحتى تربحوا الجواهر وكمان الكوينز. فالفكرة وما فيها، مثل ما بتعرفوا أمس نزل الصندوق اللي من خلاله بتربحوا هذا الزي تبع الكليوباترا. هذا الصندوق طبعا طبيعي في زي الكليوباترا. طيب ايش الإضافة او ايش الفرق اللي فيه عن باقي كل هدول الصناديق؟ الشيء المختلف انه في جواهر، وفي كمان عدد، يعني مو عدد جواهر بسيط، لا يعني عدد حلو من الجواهر والكوينز. لكن لو بنروح على باقي الصناديق السرية ما رح نشوف ابدا نفس الشيء. مثل ما انتم شايفين كلهم ما فيهم اي جواهر ولا اي كوينز، فهنا بنحسبها اضافة جديدة للعبة او تغيير جديد في نظام ربح الجواهر، واضافة مختلفة يعني الاول مرة بتصير. كل هدول جايز ما فيهم جواهر، بس هذا الوحيد اللي ضافوه امس هو اللي من خلاله ممكن تربحوا جواهر. طيب انا كيف ممكن استفيد من هذا الصندوق، او كيف ممكن يفيدني اصلا ربح الجواهر؟ طبعا جايز مع الاسف الشديد ربح الجواهر من هذا الصندوق السحري لازم انكم يعني بيعتمد على الحظ. يعني نحن بل ندفع 50 جوهرة ممكن يطلع لأي شيء جوا، ممكن 55 جوهرة، ممكن قطعة أثاث. ففرصة ضئيلة، فرصة ربح الجواهر هي بس يعني بسيطة كثير. فلما نشتري واحد ب500 جوهرة كمان نفس الفكرة، انتو حظكم ممكن تطلع لكم قطعة أثاث، ممكن يطلع لكم الكوينز، ممكن تطلع لكم 55 جوهرة، أي شيء. طلعت 40,000 كوين، أما الجواهر ما طلعت لي، فكله على الحظ. فهمتوا كيف؟ شوفوا نسبة إنه تطلع لكم جواهر 5%، فهي نسبة أعلى من نسبة تطلع لكم كوينز أو أثاث. فلهذا السبب هذا شيء ممتاز برأيي. وأول مرة يعني يضيفوا هذا العدد من الجواهر، يعني لو ضافوا كان ممكن 5 جواهر 3 جواهر، بس إنه 55 جوهرة و40,000 كوين هذا شيء كثير كبير وكمان مختلف. فهذه طريقة جديدة لحد تربحوا جواهر يعني، بس لازم انتو تعطوا جواهر لتلقوا جواهر، فهي سيستم مختلف يعني نظام مختلف. نحن ما رح نلعب او ما رح نعمل شيء بالمجان ابدا، نحن رح ندفع جواهر لناخذ جواهر. فان شاء الله يشتغلوا على هذا الموضوع ويطوروه اكثر، يعني يكون في عائد اكبر للاعب. يعني ممكن يعني ممكن اللاعب يدفع 50 لياخذ 55، يعني لو نقصوا العدد بيكون منطقي، يعني يكون سعر الصندوق 10 بالمقابل 55 جوهرة، برأيي رح يكون أحسن ورح يجذب ناس أكثر. بس هذه مجرد البداية، يعني إن شاء الله يستمروا على هذه الفكرة ويعملوا دايما في أي شيء جديد أو أي صندوق سحري جديد أو في أوتفيت يحطوا فيه جواهر كوينز، هذا الشيء كثير رح يدعم ورح يكون تغيير يعني ربح الجواهر. طبعا زي الكليوباترا مضمون رح تربحوه من هذا الصندوق، لأنه مستحيل القطعة تتكرر، فما في خسائر من هذه الناحية. فبس اللي بتكرر هو قطع الأثاث، يعني ممكن أنتوا حظكم بيتكرر معكم ديكور أبو الهول 50 مرة، يعني كلها على حسب حظكم، بس لازم تحاولوا وتجربوا. فطبعا ربحت 4 من أبو الهول، طبعا هو مجرد ديكور عادي مثل ما هو معروف في الجزيرة يعني، وكمان هذا الشجر وكمان ال هاد اوكي، فديكور ابو الهول والشجر هذا الشيء المختلف هنا. فهذا الشيء المتوفر في الصندوق السحري، فالناس المحظوظة جايز هذه الايام هي اللي بتطلع لها جواهر فتاة الصندوق، لانه كثير الموضوع بيعتمد على الحظ. فحبيت اشارككم في هذا الفيديو هذه الطريقة المختلفة للحصول على الجواهر، لانه الصراحة من زمان ما ضافوا تغييرات بخصوص ربح الجواهر. فان شاء الله يعتمدوا هذه الطريقة، وبس ما قلت لكم يقللوا العدد اللي احنا رح ندفعه لنربح هذه الجواهر، يعني يقللوا سعر الصندوق رح يكون مربح اكثر. فشكرا على المشاهدة، بشوفكم في الفيديو القادم، باي باي.